يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علي إثم إذا تركت جامع حينا القريب وصليت في مسجد أبعد عن المنزل، وذلك لأن الجامع يطيل جدا الوقت بين الأذان والإقامة فيصل أحيانا إلى 50 دقيقة في الفجر، مما يضعف همتي في التبكير إلى الصلاة، فهل أكون آثما بتركي للجماعة الأكثر وصلاتي في المسجد الأقل جماعة؟ إذا كان الإمام يشق على المأمومين لما ذكر السائل أنه يحبسهم بالانتظار تأخير الإقامة، فلهم العذر في أن يذهبوا ويصلوا مع غيره. الناس لهم حاجات ولهم أشغال ولهم، فلا يحبسهم، يكون الإمام هو المخطئ. تعرفون قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، قرأ معاذ البقرة في صلاة العشاء وكان معه ناضحان يعني بعيران، وخشي أن يضيع البعيران، لما رأى أن معاذا يطيل القراءة انفرد عنه وأكمل صلاته ثم ذهب إلى ناضحيه. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر على الذي انفرد، وأنكر على معاذ، أنكر على معاذ تطويله، وقال أفتان عن أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، وأنكر على معاذ رضي الله عنه. فإذا كان الإمام لا يتقيد بمراعاة المأمومين فلهم الحق في أن يذهبوا إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، راعي أحوال المأمومين، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليه ويتبع رغبة نفسه هو. نعم.